أعزائنا المشاهدين، طبعاً أبل أطلقت مؤتمرها السنوي حق المطورين اللي هو WWDC، هذا اختصار اسمه. أعلنت فيه عن تحديثات جديدة للنظام iOS 14، وصراحة أعلنت عن ميزات رهيبة، وبرضه راح تكتشفون أشياء ثانية برضه معنا. طبعاً نبدأ بأول ميزة أبل طرحتها لنا، واللي هي ميزة الأب لايبرري أو مكتبة التطبيقات. طبعا هذه الميزة راح توفر لك بانك انت توصل التطبيقات كلها في خلال صفحة واحدة، او هي مشابهة لميزة الاب دراور من اندرويد، اللي هي انك ترفع الشاشة على فوق، أو يعني في الواجهة حق الجوال، ايوه تسحبها على فوق وبكذا راح يطلع لك اللي هو الاب دراور او الاب لايبرري نفس ما عندنا حاليا في الايفون. طبعا وضعوا هذه الميزة، وان انت كمان برضه اسمهم موضعينه طبعا في الصوره. طبعا انت برضو راح تقدر تخفي التطبيقات من الواجهه بحيث انك تحطها في الاب لايبرري عفوا. ايضا صار في تصميم جديد للمساعد سيري. طبعا كنا نعرف انه سيري يطلع له زي الصفحه او شيء زي كذا، او زي واجهه كامله او زي الصوره الان. ايه فالان صار لا، شيء تصميم بسيط كذا له، يعني ممكن يكون يساعد. برضو الان سيري يمديه يسجل الرسائل الصوتيه ويرسلها، وبرضو يدعم اللغه العربيه. ميزه مره رهيبه. وبرضه من بعض التجارب في تويتر قالوا انه يدعم بعض اللهجات، يعني مثلا لو انا كنت اكلم سيري وقلت له ازيك، ممكن يكتب كيف حالك، انه يعني هذا شيء مره رهيب، انه يعني قاعد يدعم بشكل مره كبير. ايضا أبل طرحت ميزه اللي هي الكار كي، اللي انت تقدر تفتح سيارتك بجوالك. واول سياره تدعم هذا الشيء اللي هي السياره الواضحه امامنا، البي ام 5 2021، بي ام دبليو 5. برضو قبل اعطتنا اللي هي الويدجت، اللي هي انه احنا راح نقدر نضيف الويدجت، هذه الاشياء اللي زي الملاحظات اللي تغطي الشاشه، بس خليني اقول الويدجت احسن. طبعا اضفتها باحجام مختلفه وبشكل رهيب. وبرضو مع انه هذه الميزه موجوده من 2010 في الاندرويد، ولكن قبل توها توصل لها، بس برضو يعني قدمت لنا قدمت لنا بشكل رهيب. انتصر متاخر خير من ان لا تصل، يا سلام عليك. ايضا برضو انه شركة ابل اضافت اشياء جدا كثيرة من تحديثات، واضافت ميزة اللي هي البيكتشر ان بيكتشر، انه انت الحين تقدر لو كنت مثلا تسوق ومثلا تبغى تشغل مثلا مقطع او شيء تسمعه وانت فاتح اللي هو جوجل مابس، فتقدر انه انت تطلع من جوجل مابس فيطلع عندك بصورة صغيرة تحت في الشاشة، وراح تقدر تكبره تصغره بالحجم اللي يناسبك، وفي نفس الوقت تقدر تستخدم تطبيق ثاني. هذه الميزه راح تكون بسيطه ورهيبه وراح تساعد كثير من الناس. وايضا انه في الاندرويد هذه الميزه موجوده تقريبا من اندرويد 8، ولكن ما كانت تكبر وتصغر، لكن ان شاء الله مع التحديثات القادمه راح تكبر وتصغر وتصير اسهل وارهب. لاحظت شيء كثير، انه كثير من المميزات اللي قلتها ولسه باقي في مميزات، طبعا اغلبها زي ما تقول مقتبسه من نظام اندرويد. يب صح انه شركة ابل قدمتها من نظام اندرويد، ولكن برضه ما ننسى انها قدمتها بشكل يعني رهيب وما قصرت يعني. ايوه الاضافه اللي كانت عندك. كنت بقول النصيحه طبعا للجميع انه ما يتابع مقاطع ويسوق، طبعا خاطري ذي لا يسمع شيء مثلا شغل اتوقع اللي انت او شيء زي كذا، انه يجي الحين تقدر صح ولا لا انك تفتح جوجل مابز على مكالمه او كذا تقدر تفتح تطبيقات. وايضا طبعا احنا نعرف هذا الشيء انه في كاميرات عفوا معلش في واجهه او شاشه الجوال اذا جاك اتصال راح تتغطى عليك الشاشه، راح يطلع الاتصال في يغطي كامل الشاشه، وهذا صراحه شيء مزعج جدا في الايفون، انه الجهاز واصل لمراحل بعيده من التقنيه والتحديثات وكذا، ولسه هذه الميزه موجوده. ابشركم بمستخدمين الايفون الحمد لله هذا الشيء ما عاد موجود خلاص، فصار يطلع بشعار صغير زي هواتف الاندرويد، او يعني خلينا نقول انه كانت موجوده هذه الميزه في الاندرويد او لا زالت، برضه اضافوها ابل بشكل رهيب، انه صارت انه تطلع فوق زي الاشعار، وهذا الشيء برضه افضل من انه تطلع وتغطي عليك الشاشه وما تقدر تسوي ولا شيء. تغطي المحتوى اللي مثلا إيه؟ تلعب لعبه وواصل مرحله إيه فيدق عليك واحد يخرب عليك، فشيء مره يقهر مستفز. لا شيء مره حلو انه قدروا يعني يسهلون الاستخدام. الوليد هلا، بسألك سؤال بس. تفضل. في ناس بدت تطلع اشاعات، انا ماني عارف يعني صحتها، انه ابل ممكن تلغي ميزه التوش 3 دي اللي هي تعلق على التطبيق ويطلع لك اشياء. يعني او الضغطه القويه اشياء كذا طالع. اي فهل تتوقع انت ان هذا الكلام صحيح او انه لا تخالف هذا الكلام تقول انه كلام غلط؟ صراحة أنا ما أدري، ما عندي فكرة، ولكن أحس إنه ليش ممكن يشيلونها؟ يعني ما فيها مشكلة، بالعكس بعدين هي أصلاً تساعدك إنك توصل بسرعة للتطبيقات. بس ممكن من ناحية تكلفية.
صح ولا لا؟ كيف يعني؟ يعني التكالف انك تحط الميزه ذي ما تسوى على الفائده اللي ياخذون منها الناس. لا يعني انت ممكن اذا ضغطت على التطبيق وعلقت عليه بعدين يطلع لك اشياء كثيره، معلومات التطبيق مثلا، تدخل الكاميرا في التطبيق هذا اي زي كذا، شيء مره رهيب انه انت تقدر بدل ما ارجع للاعدادات تروح التطبيقات وتدور على التطبيق لين القى وادخل، لا اقدر عن طريق اني اعلق عليه اضغط ادخل، يعني استمتع باني اقدر ادخل في التطبيق بشكل اسرع يعني. لكن الاستخدام، لكن تذكر انه دام الميزه ما حد يستخدمها يمدينا نتوقع من ابل انها تحذف الميزه في النهايه. كيف ما حد يستخدمها؟ بسبب ان فكره 3 دي تاتش تراها ما هي بانت تعلق، هي فكره كان الضغطه تدخل جوا الشاشه. فعلا كلام 3 دي وليس ضغطه معلقه، لان التعليق في الضغط شيء عادي. وحتى انا يعني اكمل على كلامك انه يعني وجه نظري انه انا ما اشوف الميزه انك تضغط 3 دي مقارنه انك تضغطه بمده 3 ثواني مثلا. يعني وش اللي يبين؟ انا يعني الموضوع اللي النقطه اللي جيت لها انه يعني بيفيدك الخيارات اللي تطلع لو ضغطت على، ما طرقت موضوع اللمس وما الى ذلك يعني. فيعني نقدر ناخذ الموضوع بشكل بسيط ومن عده نواحي، ولكن يعني ناخذه بشكل بسيط افضل باذن الله. نشوف باذن الله. اي اضافات اخرى عندكم يا شباب؟ طبعا يعني انا ودي اسال الحين انت أوبا. بنفسك انا ودي اسمع بس كلام الوليد. نعم. وش اللي انت متحمس له اكثر شيء بالتحديث الجديد؟ بصراحه اضافت ابل ميزات كثير رهيبة، لكن نقدر نقول لهم أنا مستخدم أندرويد، هذه الميزات عندي. أنا ما أنكر الميزات سيئة، رهيبة، ما أقول أنها سيئة، لا بالعكس الميزات رهيبة، ولكن فهي عندي من أول، يعني متحمس ولكن عندي جربتها فما أقدر أقول، لكن ممكن الأبل تخدمها بشكل أرهب وأحسن، يعني تخلي المطورين يشتغلون عليها بشكل أكثر. ما شاء الله، يعني أنت تقول لك كل الميزات زينة بس أنت تحب الأندرويد أكثر صح ولا لا؟ نعم، وأنا أيضا مستخدم أندرويد. طبعا مستخدم، لكن هذا لا يعني أن أنا ممكن أتحيز للأندرويد وأقول لا أبل سيء، لا يعني صراحة الحق ينقال، أبل يعني قدمت الميزات بشكل رهيب، ولو الناس ما ذكر العائلة تأخرت، ولكن أن تصل متأخرا خير من لا تصل، ونقول لنا في أبل يعني لابد أنها بتقدم الميزات بشكل رهيب. جميل يا وليد أن نشوف أنك مستخدم نظام أندرويد ولكن تتكلم عن مؤتمر أبل. اكيد اكيد حبيبي، شكرا. لا صراحه انا يعني كمستخدم اندرويد يمكن عشان لسه انا ما يعني تعمقت اكثر، ما يعني يعني تكلمت اكثر في هذا الموضوع، يعني طلعت اكثر قرات اكثر، فممكن اقول انا اكتفي بنظام اندرويد، لكن ممكن مستقبلا من يدري انه احول على نظام ايفون اذا عجبني او شفت انه اشتغلوا على الميزات بشكل ارهب، فلا بد اني يمكن احول. طب هل في اي اضافات بالنسبه للساعه، ساعه ابل؟ هل في اضافه جديده؟ اضاف اضافات جديده يعني، واضافات يعني بسيطه نوعا ما، لكن انا اشوف ان الاضافات هذه اللي تكلمنا عنها في نظام الاي او اس كانت ارهب واهم نوعا ما. الاضافه اضافوا كم اضافه، ولكن ممكن نذكر واحده بسيطه. نذكرك باقي نص دقيقه يعني خاتم الان. اللي هي اضافه انه الساعه يعني وانت تغسل راح تبدا تعطيك مراقب، يعني نوعا ما رهيبه، يعني اجراءات وقائيه للوضع الحالي. طبعا هذا الموضوع بكل بساطه، اتمنى انه عجبكم، وشاركونا ارائكم على الهاشتاج، اللي عاب يسال سؤال يتناقش معي في موضوع او معانا عفوا. وشكرا، اتمنى يكون خفيف ظل عليكم، ولا تنسوني في التصويت. علشان ما يفوتك جديد قنوات المجد للاطفال، لا تنسى الاشتراك في القناه والاعجاب بالمقطع.